خلال مؤتمر صحفي في جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تستعد لمكافحة تفشي صغر الرأس لدى الرضع في أمريكا اللاتينية بسبب فيروس زيكا، لأنها تتخوف من انتشاره في القارتين الآسيوية والأفريقية باعتبار لديهما أعلى معدلات مواليد في العالم. إنه لا ينتشر من شخص إلى شخص، بل ينتشر من البعوض إلى الأشخاص، وهذا يخص أنواعا معينة من البعوض. نحن نتحدث عن النساء اللواتي تعيشن في جنوب أمريكا وأفريقيا وآسيا، قد تكون في خطر في حال احتمال انتقاله من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا وآسيا وربما إلى جنوب أوروبا والولايات المتحدة. من جانبها أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي أنها بصدد إجراء تجارب وأبحاث لتطوير لقاح لمقاومة فيروس زيكا. سانوفي التي اكتشفت لقاحا لحمى الظنك أكدت أن مركز أبحاثها أكثر تصميما على تطوير لقاحات لفيروسات مماثلة مثل التهاب الدماغ الياباني والحمى الصفراء.